بالنسبة لمدرسة القدس كنت حن لرفقاتي وهلأ لهلأ بحن لهم. وقت طلعنا كنت كتير متأسرة إنه رح فارق رفقاتي، ولما أجيت على هاي المدرسة ما كان إلي رفقات كتير، بس إنه بحن لهلأ لرفقاتي ولمدرستي ولبيتنا اللي كان بالمخيم. فكتير كتير بحن له، كتير بحن إنه كنا نعرف كل المناطق هنيك، كنا نروح نتمشى ونرجع. إنه هلأ لا، اللي صار للمدرسة إنه المدرسة تدمرت، صارت بس حجار، كانت كتير حلوة. الدعم النفسي خلانا إنه ما نواجه الظروف اللي مرت علينا، التهجير، طلعنا من بيوتنا، دمروا بيوتنا كلهم. فصار إنه الدعم النفسي خلانا نتواجه مع هالظروف اللي مرت علينا، فإنه هيك صرنا قوايا وصرنا إنه نتحدى هاي الظروف اللي بتمر علينا.